أكدت مصادر صحفية خاصة أن العناصر الأمنية التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكنت باكرا صباح يوم الأربعاء 20 مارس الجاري من اعتقال 6 مشتبه فيهم بكل من مدينة فاس وملا يعقوب للاشتباه في موالاتهم لتنظيم داعش الإرهابي. هذا وأكدت مصادرنا الصحفية أن عمليات التوقيف جاءت متزامنة بعد أن سبقتها عمليات ترصد أمنية في إطار أبحاث سرية فتحتها المصالح الأمنية المختصة. إلى ذلك جرى إخضاع منازل الموقوفين إلى تفتيش دقيق بحثا عن أي دلائل تثبت تورطهم في استقطاب الشباب وتهجيرهم للقتال في جبهات التنظيم الإرهابي، وجرى حجز حواسب محمولة وهواتف وكتب لفائدة البحث، فيما نقل الموقوفون في مرحلة أولى إلى ولاية الأمن بفاس في إطار الأبحاث الأولية ليتم نقل من ثبت تورطهم في المنسوب إليهم إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا لتعميق الأبحاث معهم. يذكر أن جل الموقوفين من الشباب الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة وهم غير متزوجين، يمارسون مهنا بسيطة وقاطنون بكل من جنان الورد أجدان وزوارة بمدينة فاس ثم براس الماء ملا يعقوب، فيما يظل شخصان في حالة فرار تقول مصادرنا الصحفية. هذا وأكدت مصادرنا أن من بين الموقوفين المسمى ميم باء وهو تلميذ بإحدى الثانويات التأهيلية ببلاد التازي بسهب الورد بفاس، وألف عين وهو تاجر أحذية يسكن بشارع ابن الخطيب بفاس، وحاء خاء بدون مهنة معروفة وهو يسكن بزواغ العليا، إضافة إلى موقوف آخر ينحدر من مولا يعقوب بلا مهنة معروفة هو الآخر، وآخر موقوف على ارتباط بنفس القضية يسمى عين لام عين ويمارس التجارة متجولا في عقده الثالث، متزوج وله أبناء ويسكن ببنسودة بتجزئة الشمس.